السلام عليكم. فيديو اليوم الفنانة المغربية ذات الصوت الذهبي، يلا معايا جميع نكتشفوها. دنيا باطمة ولدت سنة 1991 من أسرة فنية معروفة في المغرب، فهي ابنة حميد باطمة أخ الراحل العربي باطمة، أحد مؤسسي الفرقة الأسطورة ناس الغيوان، والراحل محمد باطمة أحد رموز مجموعة الشاعرة المشاهب. شاركت في استوديو دوزيم برنامج مغربي، حصلت على مرتبة مشرفة، أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في برنامج عرب أيدل سنة 1911، البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية. رغم خسارتها لكنها أبهرت العالم العربي بالحنجرة الذهبية ونالت إعجاب لجنة التحكيم. عن حياتها الشخصية، سنة 2013 تزوجت دنيا من مدير أعمالها الشهير محمد الترك والد المغنية حلا ترك، ورزقت منه بطفلين غزل وبيلا روز. أعمالها الفنية ندمانة. الزمن يدور باللهجة المصرية، آه يا قمر مع حالة ترك، مزيانة باللهجة المغربية، عدم على عدم باللهجة المصرية مع يوسف عرفات وكارمين سليمان. عملت تيتر للمسلسلات، مسلسل كويتي ومسلسل مغربي. تقدمت مريم سعيد بشكوى ضد حساب حمزة مومبيبي. كان الشك تجاه دنيا وشقيقتها، يقوم بنشر الفضائح والصور الجريئة للمشاهير من خلاله بهدف الفضائح والاستفزاز، حيث تسبب لمريم سعيد عن الانفصال بزوجها بيوم قبل العرس، وكمان في شغلها بالام بي سي انفصلت عن الشغل. دنيا انكرت علاقتها بالحساب تماما، لكن تم القبض على أختها والحكم عليها بسنة. 2021 تم إصدار الحكم على دنيا باطمة بالسجن 12 شهر. لجأت دنيا إلى المحكمة النقد بعدما رفع القضاء الجلس بمحكمة الاستئناف عقوبة لمدة سنة نافذة. غادرت ابتسام باطمة السجن المحلي بالولاية بمراكش بعد انتهاء مدة حبسها على خلفية القضية. حاليا دنيا باطمة تتربع على عرش الإعلانات الإنستغرام بالمغرب، كبرى الشركات تلجأ إليها ودخلها بالملايين، حيث يتابع حوالي 9 ملايين شخص في الإنستغرام. أوقات تنتقل إلى الفعاليات الفنية التي تنظم بالمغرب مقابل مادي عالي. حسابها في الانستغرام مليء بعشرات الصور بالزي المغربي. وصلنا لنهاية الفيديو، فضلا وليس أمرا لايك، فعلوا الجرس، كومنتر، وبارتجوا الفيديو إلى عجبكم.